شحال عندك ديال الأبناء؟ من الأصل ديالك؟ انا نجيه والسكنه ديالي في توريت، ولكن عندي العائله هنا في وجده، وعندي جوج ولاد وبنيته، والراجل ديالي خدام، والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله. كي جاتك الفكره باش انه ديري القناه ديال نجيه ام ايوب؟ انا منين كانت دخلت كورونا، بحال اللي كنت كنتبع بزاف هذوك الفيديوهات ديال المرض وهذا، وبحال اللي جاني واحد الخوف، وبحال اللي بغيت نمرض بحال بالاكتئاب، ولكن بحال اللي كنت تبع الفيديوهات وهذا، كنت تبع بزاف وبسبب كورونا وهذا، ومشيت زعما دخلت للطبيب وهذا. ولكن بالنسبه للفيديوهات اللي كنت نتبع، حيت منين تشاورت مع الولد ديالي وهذا، قال لي ماما علاش انت ما ديريش قناه، عندك زعما موهبه وعندك بزاف ديال الحوايج ما ديري، نديرو حنا قناه. قلت له واه مرحبا، ولكن منين درت هذيك القناه وبقيت نبارطاجي الفيديو ديالي، بحال اللي نصيفطو هذا، بحال اللي لقى اقبال وهذا، والحمد لله زعما ارتحت في الفيديوهات ملي بقيت نديرهم. انت شنو المحتوى اللي كديريه؟ انا كندير هذاك الشيء ديال التجميل، عندي الدبلوم ديال لاستيتيك وديال لاكوافور، وعندي هذاك الشيء ديال التصدير ديال بحال الخضار ديال الترقاد وهذا، وعندي اشغال ديال البيت ديال الدار نقدر زعما نعطي فيهم، ونعطي حتى في ديال العربيه. فهمت يعني هذاك الشيء تاع الترقاد كيفاش زعما؟ بحال هذاك الشيء كيبيعوا صحاب الزيتون واه هذوك نقدر نصاوب هذوك الشيء ديال هذاك الزيتون هذاك، عندي بحال كنت قبل كنستعمل هذوك الحوايج كنديرهم بزاف في الدار ديالي، وهكا زعما كنعرف نصغب هذوك الحوايج ديال هذا الشيء ديال المواد ديال الترقاد. وانت فين تعلمتي هذه القضيه تاع المواد تاع الترقاد؟ انا ملي كنت صغيره كنت بحال اللي كنت خدمت في واحد المعمل ديال هذا الشيء ديال الترقيد. يعني تما جبتي الصناعه كما نقولوا حنايا. واه تما كنت زعما خدمت مزيان فيه، وكنت الحمد لله زعما كنت عطيت في ذاك في هذه الصناعه ديال هذا الشيء ديال الترقيد، وبحال اللي بقات عندي زعما ذاك الافكار ديال الخدمه ديال ذاك الشيء ديال الزيتون وديال. بالنسبه للتصوير والمونتاج وشكون اللي كيصورك؟ دروك بالنسبه للمونتاج انا ولدي هو اللي كيمونطيلي، ولدي ايوب هو اللي كيمونطولي ايمونطيلي، والتصوير حتى هو كيمونطيلي، ولكن دروك هذا الشيء زعما اللي نقول لك هو اللي كاين. فهمت. يعني بالنسبه لك واحد القضيه، انت بالنسبه ل يعني المحتوى ديال الجميل والمحتوى ديال الطبخ، شنو الحاجه اللي كتشوفيها عندها الاقبال بزاف؟ واش الطبخ ولا الجميل؟ انا اللي بغيو المشاهدين ديالي مستعده فيه. لا ولكن انت الحوايج اللي عندك فيهم المشاهدات كيشوفوهم الناس بزاف. ما عرفتش دروك على حسب الجمهور زعما شنو يعجبو، هذا هو اللي كاين. انا راه المهم تقدري انت مثلا تدخلي القناه ديالك وتشوفي ترى كتعجبني هاد الشهره، ولكن انا من هاد الشهر من هادي شحال بلا زعما المرض اللي قلت لك بحال اللي مرضت بالاكتئاب وهذا، كتعجبني هاد الشهره، بحال اللي تعجبني نكون زعما مشهوره وتانا نوصل شي حوايج اللي نبغيهم ونحقق الاحلام ديالي، ونبغي ونبغي زعما ندير زعما هذاك المتتبعين ديالي زعما يعني درتي القناه باش كما نقولوا حنايا تعاوني راسك بها. واه وهذا الشيء اللي كاين، وبحال منين انايا كنت زعما قلت لك كنت بحال اللي مرضت وهذا، وبحال اللي بداك هذا دخلت بحال اللي لذاك الاخر ديال الاكتئاب وهذا، بحال منين بقيت كنصور فيديوهات بحال اللي كنرتاح، ولحد الان شي منين كنصور شي فيديو الناس شافوه لي بزاف وهذا كنرتاح كيعجبني الحال، ولكن ملي كنشوفو بحال اللي ما طلعش بحال اللي كنقول يمكن راه ما حال، واش غادي نوصل، واش غنزيد، واش هذا هو علاش زعما قلت اللهم زعما نتصل بكم نتوما تعاونوني شويه زعما، هذا هو رايي زعما قلت. دابا غادي تطلبي من الجمهور هو اللي الجمهور يعني باش تعاوني راسك. واه داكشي اللي كاين، بغيت انا نوصل لشي حوايج زعما اللي استفدوا منهم، وكنطلب من الجمهور خارج المغرب وداخل المغرب يدخلوا للقناه ديالي باش القناه ديالك نجيه ام ايوب بالعربيه. بالعربيه نجيه ام ايوب. شحال كي دابا وصل الابون؟ دابا عندي شحال ايوب؟ 1200 شي حاجه. شحال في عام؟ عام وشي حاجه، حيت بديتها في رمضان، رمضان كانت كان الحجر الصحي ديال كورونا وهذا، ودروك رمضان ها هو دخل عام وشي ثلاث شهور على ما اظن هكاك ولا. انت الزوجات اللي كاين في الدار ما كيلقاو ما يديروش، تنصحهم حتى هما يديروا فيديوهات وهما يديروا وصفات الطبخ؟ الا كان عندهم امكانيات ويقدروا علاش ما زعما، راه الحمد لله راه كاين ما يدار زعما، كل واحد يطلب غير ربي والجمهور زعما ويعاونوه، راه الحمد لله زعما يقدروا راه يخدموا، علاش ما يخدموش؟ انا ما نبغيش، انا نبغي نجتهد، نبغي نزيد القدام، نبغي شحال من حاجه نزيدها، واخا بنادم شتي ما صعدوش للحد في القرايه وما كملش، خصو يدير شي حوايج اللي يستافد منهم مع الوقت، حد بنادم كيقد يخرج ويقد يخدم ويقد علاش ما يجتهدش.
اي واحد زعما كنصحو الا كان ممكن، علاش ما يديرش فيديو اللي عنده الامكانيات ويقدر يصور ويقدر زعما يصاوب هكا فيديوهات ويوري للناس شي حوايج اللي في المستوى ويوريهم وهذا، علاش ما يديرهاش؟ راه كل شيء ممكن ان شاء الله. ان شاء الله. شنو الرساله ديالك للناس اللي كتبع المحتوى اللي فاشل، يعني واحد المحتوى اللي ماشي زوين وكيطلعوه؟ دروك انا اش غادي نقول لك في هذوك هذوك ما نقدرش نقول لك شي حوايج، كل واحد رايه، فهمت؟ كل واحد شنو كيعجبو، كل واحد كل واحد شنو كيعرف، هذاك الشيء اللي نقدر نقول لك على داك الشيء. ولكن انا كنقول لك على رايي انا على القناه ديالي، انا القناه ديالي الحمد لله زعما من هنا الفوق ما غادي يشوفوا الجمهور ديالي غير الحوايج اللي عجبوهم والمزيانين، هذا هو اللي كنقول لك. المحتوى ديري شي حوايج اخرين مثلا ابار الماكله والتجميل بحال من انتيا مانيش عارف. لا انا ما نقدرش نبدل، انا نقدر نبدلهم الا بغاو خرجات، نقدر نسافر، نقدر نكافح في العروبيه، نقدر ندير لهم شي حوايج، نقدر نصوب لهم الفرنه بالطريقه التقليديه، نقدر بعد هاد الحوايج كاع نقدر نعطي فيهم حيت عندي فكره على الخدمه ديال العروبيه، فهمت؟ نقدر نحلب لهم البقر، نقدر بحال شي حاجه اخرى ما نقدرش زعما نخرج عليها، والطبخ والتجميل على راس العين. البنيات اللي غادي مقبلين على الزواج هذا هو اللي كاين، خصوصا احنا في فصل الصيف. واه هذا الشيء اللي كاين، وكاين حوايج كاين عرفتي ديال التجميل، كاين حوايج غير في الدار، فهمت؟ طبيعيا بالنسبه لكل زعما انا كنصح كل وحده راه كل شيء زعما كاين ممكن. انا زعما نقول لك اول ما يستعملوا بروتوكول يستعملوا حاجه طبيعيه، هذاك الشيء كل واحد ورايه، كاين كل شيء زعما ماشي كل شيء كان زعما ما نقدروش ننتقدوا شي حاجه، فهمت؟ ولكن كل واحد وكيبقى رايه، كل واحد شنو كيبغي شنو كيتبع شنو كي، ما نقدرش انا نقول لك شي حاجه اللي زعما ماشي هي هذيك، هذا هو اللي زعما نقدر نقول لك. اخر كلمه تبغي تقولها شوف تي في؟ انا كنشكركم بزاف ملي جيتوا عندي وشرفتوا بيا وزعما وقبلتوا بالعرضه ديالي، ونتمنى تقبلوا عليا، وكن نوصل واحد الرساله للمشاهدين ديالكم، نتمنىهم يدخلوا القناه ديالي ونكون خفيفه على قلبهم، وكنشكركم بزاف بزاف، وكنقول لكم مرحبا بكم عندي هنايا في وجده على الدار ديالي، مازال ما صغبه ما والو بزاف، ولا بغيتوا تجيو عندي عاوتاني الدار عندي في تاوري تكاريه مرحبا بكم، محمولين مقبولين انتما العائلة ديالكم، وعرفتي والله الى نهار كبير هذا، وكنقول لكم جمعة مباركة، وشكرا لكم بزاف بزاف، والله